الرحمن الرحيم. دائما مع التصحيح سلسلة تمارين درس مبدأ القصور، ظهر على 85 من السلسلة المقاعدة كتقول: يجلس تلميذ على مقعد حافلة تسير على طريق مستقيم بسرعة ثابتة ذاك 49 كيلومتر في الساعة. إذا حافلة عندها حركة مستقيمة منتظمة تسير على طريق مستقيم بسرعة ثابتة، وهذه السرعة هي ذاك 49 كيلومتر الساعة. إذن عندنا الطفل يجلس داخل هذه الحافلة. أولا اذكر بالنسبة لمعلم مرتبط بالأرض القوى التي تؤثر على التلميذ وما العلاقة بينها، علل جوابك. الآن بغينا نجردو القوى بالنسبة عن معلم أرضي، يعني من برا مثلا حنا في قلعة الطريق كنشوفو التلميذ وكان نجردو القوى كيخضع لها. شنو القوى اللي غنلقاو؟ التلميذ الآن جالس في الحافلة. أول حاجة التلميذ عنده كتلة وكتواجد في مجال الثقل ديالو، إذا غيخضع لوزن بي ديالو. ثاني حاجة هذا السيد هذا ولا الطفل في تماس مع السطح، يعني نازل فوق واحد السطح، إذا غيكون خضع القوة آه. قلنا أولا يخضع التلميذ خلال حركته بالنسبة للأرض لي دم بي وزنه و آر تأثير سطح الحافلة. دم ما كانش قوة أخرى، شي حاجة كتجرى ولا كانش دم غير من القوى اللي كاينين. قالك ما العلاقة بين هذه القوى؟ حنا غنحاولو نشوفو العلاقة نقولو في الجوع هي واش هاد القوى هادي متوازنة ولا ما متوازناش. وشكون اللي غيساعدني؟ غيساعدني هو مبدا القصور، اللي غيساعدني هو مبدا القصور. اذا الان هاد الطفل هذا واش الحركه ديالو هي حركه مستقيمه منتظمه بالنسبه للمعلم الارضي؟ ركزوا على بالنسبه للمعلم، لان الطفل هذا الان اللي شفناه بالنسبه للمعلم مرتبط بالارض هو في حاله حركه كيتحرك، لان جالس في الحافله والحافله كتحرك. اذا من جانب من قارع الطريق غنشوف بان هذا الطفل ولا هذا التلميذ يتحرك، ولكن من داخل الحافله الا خديت مثلا هذا بالنسبه للمعلم مرتبط بالحافله، واش شفنا الاهميه للجسم المرجعي في الدرس السابق؟ لما كان شفنا من مكان كيتواجد الحافله مثلا جالس انا موراه في المقعد اللي موراه ولا في المقعد اللي جنبه، غنشوف فيه غنلقى يبان في انها في حاله سكون بالنسبه للحافله. دا حنا الان كندرسو بالنسبه للمعلم الارضي، يعني بحال كنشوفوه من قارعه الطريق. هنا الطفل هذا هو الان كيتحرك في الحافله وما كيتحركش، ما كيتحركش، هو جالس في الحافله، ولكن الحافله كتحرك حركة مستقيمة منتظمة. إذا حتى هو غتكون عنده حركة مستقيمة منتظمة بالنسبة لمعلم أرضي. السؤال مهم، بما أن التلميذ جالس في الحافلة والحافلة تتحرك وفق مسار مستقيم بسرعة ثابتة فإن حركته هي إزاحة مستقيمية منتظمة. مزيان. إذا الآن في المعلم الأرضي لقينا بأن التلميذ هذا الحركة ديالو هي حركة إزاحة مستقيمية. إذا بدأ القصور كيقول لك بان الا كانت عندي واحد الجسم كانت عنده حركه مستقيمه منتظمه اوتوماتيكمون كيكون اما معزول او شبه معزول. اذا هذا المعنى كيخضع القوى ما يمكنش يكون معزول، اذا غيكون شبه معزول. اش غيكون؟ اش يعني غيكون شبه معزول؟ غيكون مجموع القوى اللي خضع لها كيساوي المنتجع المنعدمه، اي ان هذه القوى هذه كما شفنا في التمارين السابقه كنقول عليها بانها متوازنه. اذا حسب مبدا القصور فان التلميذ شبه معزول ميكانيكيا. فإذا التلميذ شبه معزول ميكانيكيا أي أن بي زائد آر تساوي المتجه المنعدم. السؤال الموالي الآن، هاك نفس السؤال، إذا كانت الحافلة تسير بسرعة فيبريم كتساوي 60 كيلومتر في الساعة،
واش القوى اللي خلاها الجسم كتتعلق بالسرعه؟ كتتعلقش بالسرعه، اذا واخا تغير السرعه ديال الحافله من 40 كيلومتر في الساعه ل 60 كيلومتر في الساعه، يعني ماشي تغير تبقى كتزيد 40 45، لا كتحرك حركه مستقيمه منتظمه بسرعه 60 كيلومتر في الساعه. اذا هنا القوى ما تاثرش، ويبقى دائما الطفل في حاله خضع نفس القوى هذه الاولى. ثاني حاجه غيبقى عنده حركه مستقيمه منتظمه، اذا حسب بدا القصور فان القوتين اللي كيخضع لهم غيكونوا متوازنتين. اذا قلت في السؤال اذا كانت الحافله تسير ب 60 كيلومتر، اذا في حاله حركه الحافله ب 60 كيلومتر ساعه، فان التلميذ سيبقى خاضعا لنفس القوى يعني بي و ار، وستبقى حركته بالنسبة لمعلم أرضي مستقيمية منتظمة. إذا حسب مبدأ القصور P زائد R تبقى دائما تساوي المتجهة المنعدمة. السؤال 3 الآن، أثناء كبح فرامل الحافلة يندفع التلميذ نحو الأمام، وهذه كتوقع لكم، كتكون مثلا السيارة غادية، إذا دار شي مثلا السائق دار شغل المكابح يعني دار فران سانك، كتحس بأنك كتمشي للأمام، ولا الأشخاص اللي كيستعملوا مثلا طوبيس، ولا مثلا كتكون واقف في الكار ولا شي حاجة وكيدير فران، كندفع للأمام. هنا غادي نشوف 3-1، حدد في هذه الحالة القوى المؤثرة على التلميذ بالنسبة للمعلم الأرضي. إذا الآن هذا التلميذ هذا واش تزاد شي قوة واحدة أخرى، هو المكابح تشغلت بالنسبة عن الحافلة، ولكن هو كشخص أنت مثلا جالس في السيارة ولا في الحافلة والسائق خدم المكابح وأنت دفعت الأمام، واش كاين شي قوة اللي دفعتك؟ واش شي هذاك اللي موراك هو اللي دفعك؟ لا. إذا أنت دائما كتحس بأن القوة اللي كتخضع لها هي نفسها، هي بي و ار. أنا كنت جالس كنحس بأن جالس على كنمس السطح ديال الحافلة في الأقدام ديالي وجالس على المقعد، إذا كنحس بأن السطح ديال الحافلة هو اللي كيمنعني أنا ما نزطحش لتحت، يعني كيأثر عليا بالقوة ار. ونفس الشيء الوزن ديالي هو بي، جدي راه شدني الوزن بي راني خاضع له، ولكن ما كنحسش بأن شي حاجة جراتني ولا شي حاجة دفعتني ولا شي حاجة. إذا القوة كتبقى هي نفسها. إذا السؤال هنا قالك حدد في هذه الحالة القوى المؤثرة على التلميذ بالنسبة للمعلم الأرضي. لأن دائما بالنسبة للمعلم الأرضي يبقى التلميذ خاضع لنفس القوى اللي كان خاضع لها قبل. إذا 3-1، خلال عملية الكبح يبقى التلميذ خاضع لنفس القوى بالنسبة لمعلم أرضي. 3-2، يعني هنا اي وزن ديال بي وتأثير السطح ار. السؤال 3-2 قالك لماذا اندفع التلميذ نحو الامام؟ لماذا اندفع التلميذ نحو الامام؟ لا علاش اندفع التلميذ نحو الامام؟ لان التلميذ هذا في المعلم الارضي كي كانت الحركة ديالو كانت حركة مستقيمة منتظمة مزيان، اذا فهو قلنا يكون مجموعة شبه معزولة. نمشيو غير وحده وحده، عندنا التلميذ شبه معزول ميكانيكيا، قبل الكبح وأيضا بعد الكبح، إما أن حتى بعد الكبح التلميذ شبه معزول ميكانيكيا، إذا هذه الحركة ديالو غتبقى حركة مستقيمية منتظمة، إذا الحركة ديالو غتبقى دائما حركة مستقيمية منتظمة. إذا باش تبقى الحركة ديالو حركة مستقيمة منتظمة، إذا فاش شغلنا المكابح المسار ما تغيرش بقى مستقيم، ولكن السرعة ديال الحافلة شنو دارت؟ بدات كتنخفض، كنهضر بالضبط على اللحظة ديال الكبح، إذا في الكبح سرعة الشاحن ديال الحافلة نقصات، إذا التلميذ شنو غيدير هو؟ هو راه ماشي معزول، خصو يبقى محافظ على حركة مستقيمة منتظمة، خصو عليه ما تنقصش. إذا فاش كتنقص الحافلة اش كيدير هو؟ كيتقدم
الامام باش يبقى دائما محافظ على حركه مستقيمه منتظمه ويحقق مبدا القصور. فهذه المعالم الارضيه اللي قلنا بان المعالم الارضيه هي معالم غاليليه بالتقريب، يعني فاش كتكون مدى الحركه صغيره المعلم الارضي كنعتبره معلم غاليلي بطبيعه الحال، وهنا مبدا القصور غيتحقق فيه. اذا اندفاع التلميذ الى الامام جاء نتيجه تحقق مبدا القصور في المعلم الارضي. علاش؟ لان التلميذ يعتبر مجموعه شبه ولا يعتبر شبه معزول ميكانيكيا بالنسبه للمعلم الارضي، وهذا والمعلم الارضي هو معلم غاليلي اذا غيتحقق فيه مبدا القصور. اذا في اللحظه فاش كنخفض السرعه ديال الحافله التلميذ كيحاول يحافظ على السرعه ديالو اللي كانت 60 كيلومتر في الساعه ولا 40 كيلومتر في الساعه، كيحاول يحافظ على السرعه ديالو، وهذا هو اللي كيخليه يندفع نحو الامام. دراكتم هنايا تفسير اندفاع التلميذ، يعني تفسير اندفاع التلميذ الى الامام. اذا راينا في السؤال السابق ان التلميذ يكون مجموعه شبه، هذا التلميذ شبه معزول ميكانيكيا، هذا التلميذ شبه معزول ميكانيكيا، ونعلم أن المعلم الأرضي معلم غاليلي بالتقريب، فاش كتكون مدة الحركة صغيرة، يعني كنهضرو على اللحظة ديال الفرملة، معلم غاليلي بالنسبة للحركات التي لا تستغرق وقتا طويلا. إذا حركة طفل لحركة التلميذ حسب مبدأ القصور ستكون مستقيمية منتظم عند استعمال المكابح، تنخفض سرعة الحافلة، ولكي يحافظ التلميذ على سرعته قبل الكبح يندفع إلى الأمام. يندفع إلى الأمام. إذا اندفاع التلميذ نحو الأمام كيجي نتيجة تحقق مبدأ القصور بالنسبة للمعلم الأرضي.